اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا بقى جبت لكم معايا النهارده مفاجاه، جبت لكم بصوا حاجات حلوه كتير جدا جدا جدا، شكلها ديليشس وتيستي قوي، هندوم كلهم مع بعض في الفيديوهات الجايه. فحبيت ان انا بس اوريكم يعني جبت لكم كلكم فيديو واحد، جبتهم كلهم فيديو واحد عشان نقدر نتفرج عليهم. بصوا بقى معانا الحاجات الحلوه قوي دي، الحاجات الحلوه اليابانيه اللي انا ما اعرفش اسميهم خالص. هنعمل بقى حاجات بالايس كريم ونعمل حاجات زي الدونتس كده، الله بالكراميل شكلها جامد جدا. ومعانا ايه بقى كمان تاني معانا؟ بصوا بقى الاستروبري الرهيبه قوي دي، طبعا دي فراوله شكلها جامد جدا فريش، هندوها برضو مع بعض ونشوف يا ترى دي هيكون طعمها عامل ازاي. ومعانا ايه تاني؟ بصوا بقى ده برطمان نوتيلا، طبعا كلنا عارفينه وبنموت فيها، هجيبهالكم بقى تاني. اوكي نشوفها بقى مع بعض. وهنا بقى في زي كوكيز كده بالشوكولاته اسمها باولا فلاكن تشيكن، تقريبا حاجه ليها علاقه بالبقره. دكتور بصوا اساميهم صعبه مش عارفه انطق الصراحه اساميهم. وهنا بقى ده ايه؟ ده زي كرواسون كده بالشوكولاته والكريمه. ومعانا ايه تاني بقى؟ بصوا بقى ده جبت لكم فعلا بيض حقيقي الكندر، 12 بيضه من كندر، هنفتحهم بقى مع بعض ونشوف كل اللعب اللي فيهم من جوه. بحب قوي بيض كندر. ومعانا ايه بقى كمان؟ هنشوف بقى كل الحاجات اللي فيهم من كندر من جوه. وبعدين بصوا معانا ايه تاني؟ معانا بقى كمان اللي هو اللبن فليفرز مختلفه، فيه بالموز وفيه بالشوكولاته وفيه بالفانيليا وفيه بالتوت وتوت وشوكليت، الله كل ده اللبن ده بالتوت والموز كمان، وفيه بالفانيليا وده بالفراوله. اوكي وفيه بقى كمان بالفانيليا، الله ده لبن جافت جدا 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 وحجمه بقى كبير، كل ده هندوقه مع بعض. وفيه بقى ايه كمان كده؟ جبنا بيض وشوكولاته ولبن، اصل انا تحس ان انا في سوبر ماركت. عندنا ايه تاني؟ ايه ده، دي حاجه شكلها جامد جدا برضو بالشوكولاته، هنفتحها ونعرف معلومات كتير قوي عنها برضو المره الجايه. ومعانا حاجه اسمها من لبنيز بسكوت بالشوكولاته، بيبقى سناكس كده بقى بانواع مختلفه، في بسكوت بفليفرز مختلفه بالايه، في حاجه زي ام ان امز وحاجه كده زي مملحه وحاجات بالشوكولاته، الله ده شكله جامد جدا. بص وشكله جامد ازاي، زي قلتلكوا زي ام ان امز عليه كده بونبوني بالشوكولاته. وعلبه كبيره قوي دي بقى، بصوا بسكوت كلها بالشوكولات فريش بفليفرز مختلفه بالنعناع والشوكولات والفانيليا، الله كل الفليفرز دي هندوقها مع بعض في الايه في الفيديوهات الجاية. اتمنى يا صحابي يكون الفيديو العملاق ده اللي فيه كل الاكل ده كله عجبكم، وطبعا على قناة العاب الاطفال عشان نقدر ان احنا ندوقهم مع بعض. وليه بقى في الكومنتات رايكم فيه، بليز متنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا صحابي، باي باي.